اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. لا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على تحكيم شرعك، اللهم أعنا على إدخال دينك إلى بيوتنا، اللهم اجعل علاقاتنا الأسرية كما تحبه وترضاه، اللهم استر على بناتنا، اللهم احفظ زوجاتنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم خذنا جميعا للعمل بكتابك والأخذ بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، أخذا مع لطفك وعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على تحكيم شرعك في أسواقنا التجارية، اللهم إننا ماضون وعازمون على أن نرضيك فرض علينا. وأعنا يا رب، وأعنا يا رب، وأعنا يا رب، أنت تعلم ما نحن فيه ونحن نرجو تحكيم شرعك فأعنا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، مدنا بمدد المعونة، مدنا بمدد التوفيق، مدنا بمدد العناية، مدنا بمدد الرعاية، مدنا بمدد التأييد، مدنا بمدد الحفظ. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا تسلط على أحد منا شريرا ولا شيطانا ولا ظالما ولا فاجرا ولا إنسا ولا جنا ولا حاسدا ولا حاقدا ولا عبدا، أنت آخذ بناصيته مولانا رب العالمين. اللهم باسمك احتمينا وبكلماتك التامات اعتصمنا، كن معنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألق في قلوب رجالنا وشبابنا تحكيم كتابك، اللهم ألق في قلوب نسائنا وبناتنا تحكيم كتابك. اللهم يا مصلح الصالحين أصلحنا، يا مصلح الصالحين أصلحنا، يا مصلح الصالحين أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في الجنة، اجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم واجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومن أسدى معروفا إلينا، واجمعنا مع من تحب ونحب يا أكرم الأكرمين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أزواجنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على ذرارينا، بسم الله على أصولنا وفروعنا، بسم الله على إخواننا وأخواتنا، بسم الله على من حضر معنا، بسم الله على من غاب عنا من عباد الله الصالحين، بسم الله على مشايخنا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على زروعنا وثمارنا، بسم الله على هوائنا ومياهنا، بسم الله على أعراضنا، بسم الله على كل نعمة أنعم الله بها علينا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لكل واحد حضر معنا حاجته، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، عبادك في بيتك وأنت أعلم بحاجاتهم، يا رب اقض لكل واحد فينا حاجته وأعطه مسألته، واشرح له صدره ويسر له أمره، وأصلح له زوجه، واهدي له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.